تدخل العاصمة صنعاء شهرها 19 بالقليل من الكهرباء وبالكثير من ألواح تجميع الطاقة الشمسية، والتي أصبحت تزين سطوح المنازل ولا توفر غير ضوء خافت في المساءات الطويلة. ويحاول الأهالي من خلال الألواح الشمسية إعادة الضوء الذي فقدوه بمجرد وصول أولى قوافل المقاتلين من ميليشيا اعترفت مؤخرا بفشل أساليبها في إدارة الخدمات. احتياجنا إلى الطاقة الشمسية تقريبا منذ حوالي عام بسبب الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وانعدام المشتقات النفطية وغلاءها في السوق السوداء. وتمتلئ أسواق المدينة بأنواع مختلفة من الألواح في ظل عدم قدرة شريحة واسعة من اقتنائها والاكتفاء برؤيتها على أسطح الآخرين. زاد استهلاكها بشكل كبير وواسع، يعني أعتقد حوالي الآن 30% بالذات في المدن وحتى في الأرياف، يعني أصبحت تستخدم الطاقة الشمسية. ويقول مسوقو هذه التجارة إنهم حريصون على توفير أنواع تتناسب وقدرة الأهالي الضعيفة على الشراء في ظل تراجع وتدني الدخل وغيابه في حالات كثيرة. وإلى جوار تجارة الألواح الشمسية عرفت مدينة صنعاء نوعا آخر من السلع الضرورية، فبعد غياب واختفاء الغاز المنزلي اضطر السكان إلى العودة إلى الاحتطاب وشراء ما كانوا قد تركوه منذ عقود، أعادته إليهم ظروف حرب لا معلومات أكيدة حول انطفائها ولا ملامح لسلام يعيد لهذا المكان صلته بالحاضر.